طبعا كلكم عارفين ده ايه، ده سمك بالصلصة في الفرن، طبعا ده فخار او سمك صحافة، يعني كل زي ما بتسموه بقى، كل مكان بيسميه اسم على حسب المكان اللي هو منه يعني. طبعا ده التتبيلة بتاعته يعتبر متكلفة، ممكن قد السمك مرتين او ثلاثة، ياخد يعني زيت، ممكن زيت، ممكن كيلو زيت، ممكن مش ما 5 6 كيلو بصل، ممكن 5 6 كيلو طماطم، واخد يعني التتبيلة بتاعته اكتر من ثمن السمك، ولكن هو في النهاية بيطلع ما شاء الله يعني له طعم، وهو مميز عن اي سمك تاني، بالذات بقى يعني لو كان الحراق اللي فيه كتير.